لو عاوز تربي نسناس في البيت، لو عايز تعرف الفرق بين القرد والنسناس، لو عايز تعرف فترة الحمل بالنسبة للنسناس، لو عايز تعرف الطعام المناسب للنسناس، لو عايز تعرف التطعيمات المناسبة، لو عايز تعرف فوائد وأضرار تربية النسناس، لو عايز تعرف أي معلومة عن النسناس، اسمع الفيديو للنهاية. اهلا وسهلا بيكم. طبعا تربية القرود وتربية النسناس من امتع التربيات على الاطلاق، وطبعا يعني في ناس كتيرة قوي بتحب ان هي تربي قرد وتربي نسناس في البيت. النسناس من اذكى الحيوانات على الاطلاق، وهو حيوان لعوب جدا بيحب اللعب كثيرا، وطبعا قد يفاجئك بحركات عجيبة جدا، وكله تبع التدريب. كل ما تدربه اكتر كل ما يعني هترى العجب العجاب. لما تيجي تروح تشتري نسناس يجب عليك ان انت تشتري النسناس الصغير، لا تشتري النسناس الكبير او القرد الكبير. ليه بقى؟ لان القرد او النسناس الصغير دوت بتستطيع ان انت يعني ايه تقيم معه صداقة، تستطيع ان انت تروضه، ان انت تخليه حيوان اليف وتضمن طاعته، ويصبح حيوان اليف يعني ممتع، لا يشكل خطر على اطفالك او على امتعتك او على اغراضك في المنزل. تاني حاجة، لما تروح تشتري نسناس يجب عليك ان انت تعرف ان في تطعيمات لازم النسناس او لازم القرد دوت ياخدها، تطعيمات ضد امراض الطفولة. يعني القرود من الحيوانات المعرضة للاصابة بالعديد من الامراض التي يصاب بها البشر. لذا فانك ستحتاج طبعا الى الذهاب الى الطبيب البيطري لتطعيم النسناس وتطعيم القرد الصغير الذي ترغب في تربيته. من اهم طبعا اللقاحات الحصبة الالمانية وشلل الاطفال، وطبعا التطعيم ضد التتانوس. فلا بد ان انت تراعي التطعيمات دي عشان تضمن ان يكون معاك نسناس سليم. ايضا بالنسبه لتغذيه النسناس، النسناس طبعا بياكل ايه؟ بياكل اي شيء، بياكل بسكويت، بياكل مكسرات، بياكل الخضروات، بياكل الرز المطبوخ، بيشرب اللبن، بياكل الزبادي، بياكل البيض المسلوق، يعني اي شيء. لكن احذر ان انت تطعمه سكريات كتيره او ايس كريم او اللحوم اللي هي اللحوم النيه. اللحوم النية أيضا يجب أن تعلم أن القرد والنسناس من الحيوانات التي لا تهوى يعني ولا تحب الاختلاط بأكثر من شخص. فإذا حدث ترابط بين النسناس وصاحبه فإنه بطبيعته لا يأنس إلى غيره بسهولة. يعني هو تعود عليك، مش هي يعني مش يعني لما يشوف شخص غريب أو كده يعني هيتغير وهيشعر بالفزع والخوف. وحينما طبعا يواجه القرد او النسناس بعض الاهمال من صاحبه فان مزاجه يتغير ويتحول الى حيوان عدواني، قد يصيبك بالاذى وقد يحطم الاشياء، يصبح يعني مزعج. طبعا عندنا النسناس ثمنه رخيص جدا، والنسناس بيجي من جنوب افريقيا. النسناس في مصر ثمنه يعني مش غالي خالص مقارنة بالبغبغاوات. يعني عندنا البغبغان مثلا المكاوي بيعمل مثلا أكتر من 40,000، ده اللي هو يعني البغبغان اللي هو الصغير. إنما النسناس بيعمل في حدود 6,000، يعني 6,000 مش كتير قوي بالنسبة للإيه للبغبغاوات، فهو مش مرتفع الثمن ده. الكلام ده في سنة 2020، يعني في سنة 2020 بيعمل 6,000. بالنسبه بقى يعني كل مدى طبعا بيرتفع ثمنه، كل مدى بيرتفع ثمنه. يعني لو مثلا من 5 سنين فاتوا كان ثمنه مثلا 1000 جنيه، يعني كان ثمن النسناس 1000 جنيه. ده باختصار. لكن ايه هو الفرق بين النسناس والقرد؟ طبعا الفرق كبير جدا، لان طبعا النسناس زي ما احنا شايفين في الفيديو النسناس حجمه صغير جدا وحجمه ضعيف، لكن هم كلهم من نفس العائله. لكن القرد طبعا بيتميز بشكله الكبير، بلونه اللي يعني الاجمل، وايضا القرد طبعا بيتميز ان هو اكثر شجاعه. ايضا النسناس يعني لها طبائع بخلاف طبائع القرود. النسناس يعني كتير الخوف، لكن القرد طبعا اكثر شجاعه. عندنا ايضا بقى بالنسبه لمساله التزاوج، فهنلاحظ ان في الغالب ان القرد لا ينجب الا فرد واحد، لا يحمل الانثى، لا تحمل الا في فرد واحد في الغالب. يعني ممكن تجيب توأم، لكن في الغالب بتجيب فرد واحد. بالنسبه للنسناس فطبعا ليه موسم في التزاوج، اللي هو طبعا شهر فبراير وشهر مارس. الانثى بتلد من 4 ل 8، يعني عدد كبير، يعني بتحمل في من 4 ل 8 افراد من النسانيس.
وطبعا مدة الحمل 7 أسابيع، مدة الحمل 7 أسابيع. طيب هل أربي نسناس ولا أربي بغبغان؟ طبعا البغبغان هو الأفضل والأحسن كتير جدا. النسناس طبعا زي ما احنا شايفين طبعا الحمام بتاعه، طبعا في بعض الناس بتلبس له يعني بمبز، بخلاف طبعا البغبغان هو حيوان جميل جدا، والبراز بتاعه يعني ما بيلوش المكان. وطبعا البغبغان هو اكثر اجتماعيا، البغبغان هو اكثر يعني محاكاة وتقليد، يعني النسناس لا يستطيع ان هو يحاكي لغة الانسان، بخلاف البغبغان يستطيع ان هو يقلد حركاتك، يستطيع ان هو يقلد بعض الكلمات اللي انت بتتكلمها. طبعا اضرار تربية القرود والنسناس، من الممكن ان النسناس ده لو انت سبته فتره ان هو يصبح شرس جدا، من الممكن ان هو يعض ايديك، وطبعا العضه ديت ممكن تستلزم منك ان انت تاخد بعض الحقن، حقن تتانوس، او ان انت تذهب للطبيب، لان المساله دي ايه، مساله كبيره جدا. فبنقول ان النسناس في الاول وفي الاخر، او القرد في الاول والاخر، هو حيوان بري، مكانه البريه. طبعا الحيوان البري حتى احنا بنشوف ان هو اصلا حيوان يعني مش اجتماعي، يعني بطبعه مش حيوان اجتماعي، انت بالتدريب والممارسه بتحاول ان انت تخليه صديقك، لكن انت لو اهملته فتره معينه بينسى كل حاجه تماما. وفي قصه لسيده كانت بتربي نسناس منذ يعني منذ الصغر، وهي واخداه وبتربيه، وبعد فتره قالت يعني ان هي عايزه توريه، يعني لان النسناس دوت ما شافش ولا نسناس قبل كده خالص، ما شافش اي حيوان شبيه له، فحبت ان هي تاخده توديه يعني في حديقة الحيوان، ان هي تحطه في قفص مع النسانيس تشوف ردة فعله. فطبعا لما حطته مع النسانيس طبعا يعني لسه مش اول مرة يشوف شبيه له، فتاني يوم جات له، فطبعا النسناس طبعا حضنها ويعني اقبل عليها، لكن سابته كمان اسبوع. فلما سابته اسبوع اللي حصل ان النسناس نساها، خلاص هو تأقلم مع يعني النسانيس اللي هي شبهه، نسى يعني صاحبته اللي هي ربته اكتر من كام سنة يعني. فهي حيوانات ده موطنها الاساسي اللي هو موطنها البرية، وبنقول ان هي ممكن تمثل خطر كبير جدا، وان هي ممكن يعني في بعض الامراض المعدية اللي ممكن تتنقل من القرد او من النسناس للانسان. ده اختصار لبحث عن النسانيس وعن القرود. أتمنى أكون أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.